السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. تونس تعلن الحداثة 3 أيام مرة أخرى بسبب فقدان 43 مهاجر. كوبيت واحد تونس أعلن الهلال الأحمر التونسي أن عشرات المهاجرين غير الشرعيين تم إنقاذهم من الغرق. كوبيت واحد البلاد فيما يبقى آخرون في عداد المفقودين. وذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية السبت نقلا عن المنظمة أنه جرى إنقاذ 84 مهاجرا غير نظامي و43 آخرين في عداد المفقودين بسواحل جرجين. كانت تقارير صحفية تونسية قد أفرت وقت سابق غرق مركب للمهاجرين غير الشرعيين في سواحل مدينة قليبية حسب ما أفرت به الإدارة الجوية للحماية المدنية في مدينة نابلس. وأفادت الإدارة الجهوية للحماية المدنية في مدينة نابلس التونسية بأن المركب المنكوك في شواطئ المدينة كان يحمل على متن 11 مهاجرا وتم إجلاء 9 منهم في مبادئ 2 من المفقودين. وذكرت أن وحدات الحماية المدنية التواصل بالتعاون مع وحدات الحرس الوطني البحري التونسي عمليات التمشيط والبحث وذلك حسب منشطه الصفحة الرسمية للحماية المدنية في مدينة نابلس على فيسبوك. اللهم احفظ الشعب التونسي واحميه واجعله امان وسلام دائما. اللهم امين رب العالمين. فلا نترككم في عهد الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.